دائما الاكلات الطيبه وخاصه الحلويات نيرمين بتلاقيها مفضله كثير عند الناس وخاصه انا. صحيح كلها بحب الطقس البارد تماما. بالشتي بتلاقي الاجسام بتطلب الحلويات اكثر من الصيف، والاطفال دائما بيروحوا للاكلات اللي بيكون طعمها حلو. اليوم لحتى نحن نكون عم ناكل شيء صح، مفروض يكون الشغل نظامي وتكون العوامل عم تساعد صاحب العمل ليقدم المنتج الصحي والسليم. اليوم ما بعرف اذا هيك عم تشوفوا الاكلات الطيبه اللي قدامنا، المقدمه ما خلصت معي بس انا ما بقى فيني يعني بالاخر. مثل ما قلتي رشا، يعني صباحنا اليوم رح يكون مميز وحلو اكيد. بيسعدنا نرحب بالسيده نيفين كردي صاحبه محل صوفي لاميلا. اهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك. كلهم شغلك؟ كلهم شغلي هاند ميد كلهم. يعني يعطيك العافيه. عم نشوف اشكال وروائح كثير حلوه، يعني اهم شيء الروائح. خلينا نحكي عن فكره مشروعك، كيف بدات الفكره ومن ايمت بلشتي؟ والله هي الفكره برجع بقول دائما انه هي قديمه جديده. بلشنا بالمعمول، معمول العسل هو معمول محشي عسل وكاجو، والعجينه معجونه بالعسل، يعني شوجر فري، زيرو سكر، ما في سكر ابدا. المعمول والدتي بتعمله من اكثر من 30 سنه، بس خطر لي انه انا صرت افكر انه بدي اعمل بزنس خاص لي، شيء لي جديد. ما كان بالبدايه انه يخطر لي شيء له علاقه بالاكل او دومين الاكل او الحلويات، بس فجاه طلعت الفكره وبلشت بالمعمول كفكره اولى، وبعدين بلشت طور بالمنتج، يعني كصوفي لاميل بلشت طور فيه شوي شوي. يعني القصه اول شيء من الام ماخوذه من صوفي. من صوفي. هي صوفي. لاسم الماما. طيب خلينا نحكي عن بداية المشروع، بلشنا، أخذنا الفكرة، عرفنا شو بدنا نشتغل، اتجهنا. صحيح. خلينا نحكي. صحيح. أنا خليت إنه الأساس إنه يعتمد على العسل، الكونسب الأساسي العسل. يعني يكون شيء صحي، طيب، العالم تحبه وتستسيغه. ما يكون في غالباً الأكلات الصحية بتكون طعمتها ما كثير طيبة، هذا لا، طعمته طيبة. قريبة للقلب، العالم بتحبها، اللي عنده اللي عامل دايت ومغذي كمان الأهم. ومغذي طبعا، كان طفل اذا اكلها ما بتتضايقي، ما بتخافي عليه انه شيء مؤذي، وبيحبها محببه لقلبه وشيء حلو. هن بيميلوا الاطفال او الكبار بيميلوا للحلو اكثر طبعا، حتى مريض السكر في ياكل منها، او اللي متبع حميه واكثر حدا بحب الحلويات بتحسي. صحيح. دائما كل ممنوع بيكون مرغوب يعني. صحيح صحيح. فبلشت بمعمول العسل وقلت لازم تمني بإطار العسل ما أطلع عنه، اللي هو كونسبت العسل. وفعلا بلشت شوكولا محشية بالعسل، بلشت بمشمش مجفف محشي عسل مغطس بالشوكولا، دخلت الشوكولا على الخط طبعا، بس طبعا حاولت أنه يكون الشوكولا نوعا ما شيء مختلف. طيب. هلا خلينا نبلش نحكي عن الوصفات بقى. يعني احنا ما لنا بس عم نحكي فكره معمول بلشت هيك. صحيح. او حتى موضوع تطور شوكولا وعسل، لكن ايضا عم نحكي عن وصفات ممكن تكون واشكال مختلفه. اللي معي هي شو انا شايفه مشمش مجفف بس محشي عسل ومغطس شوكولا. واو. وعندك بردقان مجفف ومغطس بالشوكولا، يعني نوعين هن. بس طبعا هي نحكي بشق الفواكه المجففه، العالم بتحبها بالمجمل. طيب مده الحفظ هدول، يعني نحن عم نحكي عن مواد طبيعيه عم تستخدميها. صحيح. كيف طريقه الحفظ او قديش مكانهم او هلا لازم يكون مكان نوعا ما بارد، هو لا انه فريزر ولا انه شوب، يعني مكان يكون نوعي. ممكن تحطيها هلا بهالطقس هذا مقبول انه تتم برا، يعني ما بيأثر، يعني بتنحفظ ما يعني. قد ايه بتبقى وقت يعني؟ قد ايه بتبقى وقت؟ بتبقى وقت منيح. تبقى وقت منيح ما بتنتزع. يعني هلا يعني انا هلا مثلا كرواسون فيك تقولي لا في له لمت معين ممكن ينتزع، بس هي جبنه كونه في جبنه بالموضوع. لا الكرواسون لا في لا محشي عسل، محشي عسل كله عسل. لا بس الباقي كلياته انه وقتهم بالعكس طويل. هلا الشوكولا بتتم وقت ما بتنتزع، وانا بحرص على انه يكون كل شيء اول باول، ما يكون شيء بايت. بحرص انه العالم لما تاكل شيء انه فريش، ما يكون بايت ابدا. هي النقطة كثير مهمة صراحة. قد ايه لك بالمشروع؟ رضياني اليوم عن المشروع؟ بين امبارح واليوم يعني؟ ايه لا الحمد لله، حاسة يعني انه شايفة انه عم بيتطور، وحاسة انه شايفة الرؤية المستقبلية حتكون جيدة. كيف تقبلت الناس الفكرة يعني؟ هلا أول شيء كثير استغربوا انه شو عسل، شو هي، في عالم كثير، في عالم منا بتتحسس من العسل، في عالم ما بتحب العسل ما بتستسيغه كأكل. صح.
فلما بيدوقوه مع شيء ثاني، مثلا كان العجين ولا كان مع الشوكولا ولا مع اي شيء ثاني، عم بيحبوه، عم بيقولوا لك لا طيب طعمته طيبه. طيب فيعني قولا واحدا بتحسي انه لا الطعمه طيبه، العالم عم تتقبلها، والحمد لله لهلا الايجابي اكثر من السلبي بفضل من الله. كمان خلينا نحكي هيك عن وصفات موجوده. اول شيء انا شايفه شوكولا باحجام وانواع مختلفه. صحيح، يعني 19 نوع شوكولا. تمام، 19 حشوه. طبعا حشوه، خلينا من هلا بنحكي عنهم كمان. هي معمول، هي معمول محشي عسل وكاجو، والعجينه معجونه بالعسل، شوجر فري، زيرو سكر. طيب هاي كمان دايت يعني؟ هاي ايه يعني فيك تاكليها بدون اي أي احساس بالذنب. يعني احساس بالذنب. فينا نحكي مين كل هيك حدا بيطبخ وصفات معينه بيكون عنده ذواق معين، مين متولى هي المهمه عندك؟ والله كتذوق والدتي هي، يعني هي اساسا بغض النظر عن الحلويات هي طباخه ماهره من الطراز الاول بالبيت، يعني معروفه. اهلا تحيه ترسلي كلك ذوق. اليوم شو اللي بيميز شغلك عن باقي المحلات الحلو؟ شفتي البلد مليانه يعني. صحيح، بس ولكن صحيح. دائما كل حدا بيكون له بصمه خاصه. صحيح. بشغله. بكرر انا موضوع العسل، العسل هو الكونسبت الاساسي، انا ما عم بطلع عنه ابدا بكل شيء. يعني عندنا هلا البراونيز، لقت يعني اقبال رهيب الحمد لله. البراونيز معجونه بالعسل والنسله، يعني عجنتها بالنسله بس كمان حطيت لها عسل، ما بتطلع عن العسل. العسل طبيعي 100%، انت عم تعتمدي. انا كثير بعتني انه يكون نوعيه العسل جيده جدا لحتى تكون صحيه نوعا يعني بشكل عام. وعلى فكره لو العسل اذا كان في اثر سكر بسيط ما بيزبط، اذا وقت ما بدك تخبزيه بالفرن بكرمل، اذا كان في نسبه غش لو كانت بسيطه، لو 1%. تمام، بس المواد اللي عم تذكريها كان عسل، كاجو، فستق، مكلف. مكلف جدا. مكلف. صحيح. جدا. صحيح. يعني فانت عم تقدري تعوضي من خلال التسويق الشيء اللي عم تحطيه بالكميات؟ لكون صادقه معك، هلا الفكره انك انت هذا العائق الكبير عندنا بالوقت الحالي بالذات بالنسبه للعالم، يعني تماما فعم بضطر انه يكون هامش الربح بسيط جدا كرمال انه العالم كله الدوق. وعم بعتمد بفكرة البازار، أنا اعتمادي الأول على بازار ألوان سورية، بوجه تحية للمدام رنا طباه هي الداعم الأساسي فيه. فألوان سورية أنا بلشت فيه ومنه انطلقت من سنة تقريبا. ألوان سورية هو كنت عم بيع بالقطعة بالبازار، يعني بيع مثلا لكل شخص بدل ما يشتري علبة بلاقيها مكلفة بيشتري قطعة، فالقطعة مثلا بالنسبة له سعرها قد ما كان ما حتكون كتير مكلفة. صح. بس هيك شو وصلوا المنتج وداقه، عرف طعمته، ممكن يشتري وممكن لا. وأحيانا بعمل باكجات صغيرة شوي كمان كرمال العالم كلها تقدر تشتري. في عالم تتوجه خصوصي صارت لعنا كرمال انه ياكل من عند صوفي لاميالي يعني. طب بالنهاية هيك نهاية فقرتنا، شو ممكن هيك نصائح سريعة لكل حدا عم يشوفنا حابب يبلش هيك مشروع؟ أنا والله بعتمد أنه بقول لكل شخص حابب يبلش مشروع جديد أنه يتوجه للسوق يشوف شو محتاج، شو الشيء اللي ناقصه بغض النظر. إلا يعني دائما أنت لما بتعملي بحث بالسوق بتلاقي إلا ما يكون في شيء ناقص، أو ممكن يكون موجود بس أنت تجيب طريقة مختلفة. مثلا المعمول موجود بالسوق بس أنا أجيته بطريقة مختلفة، أجيته عن طريق العسل. العسل ما له متواجد بالسوق، فأنت هون أجيت بطريقة جديدة ومختلفة عن الناس. يعني بختام صباحنا أو محطتنا الحالية بدنا نتشكرك اليوم لكل وجودك معنا، وبنتمنى لك كل التوفيق بمشروعك المميز. شكرا كثير لك. شكرا لك وشكرا لجهودك. شكرا، نورتي صباحنا. كل ذوق. ميرسي.